كابتن عادل، ألف مليون مبروك. وكولر لتاني مرة يتفوق على منزل الكبير وتأهل منطقي للنادي ده. لينا يا كابتن، أنا بدأت الاستوديو بكلمتين لو فاكرهم، إنه بالروح والحذر وروح القلب والقلب تأدي توصل. لهديك بقى ست أسباب حقيقيين او خمس اسباب بس بسرعه كده حقيقيين انك انت النهارده عملت كده. رقم واحد، فعلا روح الفانلة الحمراء، روح النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. نمره اتنين، طريقه كولر، وقفته والطريقه. نمره ثلاثة، تنفيذ اللاعبين، ودي كانت حاجه مهمه. نمره اربعة، اجاده الشناوي مع خط الدفاع مع جميع الخطوط. خلينا نرجع لنمره اتنين تاني. انت قصدك على طريقه كولر في ادارته للمباراه؟ لا، في كله، الاستراتيجية كلها. نمرة خمسة، الصبر ثم الصبر ثم الصبر. كان في الملعب صبر دفاعي. انت النهاردة يعني الحتة الهجومية ما اكتملتش شوية لان الضغط كان قوي عليك قوي، ولكن الخمس اسباب دول موصلت النادي الاهلي انه يوصل لكده. قبل الخمس اسباب يا كابتن عادل، حط بس توفيق ربنا في الاول. طبعا جت على ركلة الجزاء حطت في العرض، وده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. دي كان غيرت مجرى الماتش قبل اي اسباب يعني. ده اول سبب عادل قال يعني. عادل قال دي هتيجي في العارضه تطلع بره. ده اول سبب كنت تقول مكشوف عنه الحجاب. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا بيلقنك تقول ايه. انا نتكلم على تاني حاجه اللي انت قلت عليها، طريقته. طريقه المدرب. اولا الطريقه مش بالنهارده، انت بتحضر للمباراه من المباراه. انت لعبت شوطين، صح؟ انت لعب شوطين جيدين جدا مع الرجاء، شوط هنا في القاهره والشوط الثاني كان في المغرب. الشوط الاولاني في القاهره انت اجدت تاني شوط، عملت اللي انت عايزه، وصلت للهدف بناحيه جيده جدا. انك انت ممكن تكون ما لعبتش مثلا الشوط الاولاني في مصر هنا كويس، ولكن الشوط الثاني تسيد الموقف، لكن كسبت 2-0. هناك انت عملت اللي انت عايزه، وهكذا الفرق الكبيره. صح، الفرق الكبيره بتوصل للحته دي، ان هم طول الوقت انا اوصل لاسرع للي انا عايزه في اقرب وقت ممكن. مظبوط. انت المره 19 للنادي الاهلي انك انت توصل الدور قبل النهائي. مظبوط، 19 مره، ودي حاجه مش قليله. ان شاء الله ان شاء الله نكمل، ولكن احنا من عادتنا ان احنا بناخد خطوه 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 خطوه. النهارده حته الدفاع اللي انا قلت عليهم، الشناوي خط الدفاع اللي قدامه ما كانش هيبقى بالصوره دي غير اما ديانج وحمدي فتحي ومروان يبقوا جيدين. صح. غير اما يبقى بيرستاو والناحيه الثانيه حسين الشحات ينزلوا يغطوا معاك ويشتغلوا معاك. انت النهارده لعبت يعني اول ما الكره تبقى مع فرقه الرجاء بتغير طريقه لعبك تماما، بتحولها 4-1-4-1. يسقط مروان تحت الاربعه في نص الملعب، حمدي فتحي وديانج بيبقوا الاثنين جنب بعض، ينزل بيرستاو ناحيه الـ اليمين اللي هي بتاعتنا، وينزل حسين الشحات، ويبقى الاربعه الموجودين. ويبقى حاجه تانية مهمه، محمد الشناوي صح وراهم وبيتكلم وراهم كتير قوي. صحيح. كتير قوي يعني. البنالتي لما جه احنا خايفين طول الوقت، احنا كجمهور اللي احنا قاعدين بنتفرج، لان الكوره مش في رجلينا احنا دلوقتي، ولكن قلناها وهقولها كتير، اديني روح الاهلي. صح. فلنة النادي الاهلي انا ما بخافش عليك، لانك انت افضل ناس، افضل لاعبين بتتواجد في النادي الاهلي. صح. افضل اداره بتلاقيها في النادي الاهلي، افضل استقرارا في الاداره بتلاقيها من النادي الاهلي. المدرب اللي بيجي يمرن النادي الاهلي، وانا بقولها انا راجل مدرب محظوظ جدا، لانه ما بيلاقيش الا كل حريه، بياخد حريه، بيشتغل براحته، محدش بيتدخل معاه، محدش بيقول له كلمه، بالعكس امكانيات على اعلى مستوى، بيتعمل له امكانيات فوق اللي هو عايزه. والحاجه الثانيه المهمه، انت ودي حاجه مهمه يا كابتن اسامه للمدرب، انك طول الوقت عندك ثقه. الثقه ان مش هيحاسبوك بالحته ولا بالقطعه، محدش هيجي يقول لك انت عملت دي ليه وما عملتش دي ليه. في لاعبين كبار جدا احيانا المدرب ما بيكونش راضي عنهم او مش مقتنع بيهم، محدش بيتدخل معاه، بيدي لك الفرصه كامله علشان تبدع وتشتغل. ودي درس كويس في الاداره.
صحيح. انك انت طول الوقت بتديني اكثر امكانيه اكثر امانا، ودي للمدرب بتبقى حاجه كويسه قوي. فالنهارده الراجل بعد كل ده، الراجل اشتغل كويس واجتهد كويس وعدانا الدور اللي هو وصلنا قبل النهائي. فالحاجات دي كلها يا كابتن من روح فلنة النادي الاهلي. صحيح. دائما انا بقولها، هديني روحك والله هتكسب اي حد. ومبروك لجمهور الاهلي الكبير العظيم. طبعا جمهور الاهلي انت اللي كسبتنا من صحيح. هنا انت اللي مكسبنا. مظبوط. وانت اللي هتكسبنا الماتش الجاي قبل النهائي ان شاء الله، وانت ان شاء الله اللي هتكسبنا النهائي باذن الله ان شاء الله.